آخر إحصائيات كثيرة تحدثت عن تراجع تصنيف الجامعات المصرية على مستوى العالم، بيد أن ذلك ليس مستغربا مع انتشار الواسطة والمحسوبية التي تجعل من طالب لا يفقه شيئا معيدا وبعد سنوات مدرسا بالجامعة، والسبب أنه على صلة قرابة بأحد الأساتذة في الجامعة. في جامعة المنوفية قرر رئيس الجامعة عادل مبارك عزل الدكتور هشام البدري رئيس قسم القانون بكلية الحقوق بزعم التشهير بزملائه، لكن السبب الحقيقي للعزل هو رفض البدري مجاملة بعض أساتذة الكلية بتسريب الامتحانات لأبنائهم الطلاب. وصل الأمر إلى ذروته في شهر يونيو 2018 عندما اعتدى عليه الدكتور عطية أبو الخير عميدي كلية الحقوق بسبب رفضه تسريب الامتحانات. هذا هو قرار العزل، كان منذ قليل، هذه صورة للطلب، هذا هو قرار العزل الذي صدر بحق الدكتور. على صفحته بموقع فيسبوك نشر الدكتور هشام البدري بعض أسماء أبناء الأساتذة الذين سربت لهم الامتحانات ليتبوأوا المراكز الأولى بغير وجه حق، ويتم تعيينهم كمعيدين بالكلية، مؤكدا أن سبب إقالته من الكلية هو رفضه المشاركة في مثل هذه المهازل. أسماء الطلاب على سبيل المثال مرهان، رضا، محمود العبد، الفرقة الأولى وناجحة، وهذه هي هذه المواد، مواد هذه الطالبة امتياز 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 امتياز، كلهم امتياز، يعني الحالة السابقة كانت كلها امتياز، هذه حالة أخرى، عمر عبد الله حنفي عبد العزيز امتياز مقبول جيد جدا، امتياز 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 امتياز، في المحصلة تقديره العام امتياز. في لقاء تلفزيوني سابق تحدث الدكتور هشام البدري عن تفاصيل الواقعة وعن الضغوط التي مورست عليه لإعطاء أبناء أساتذة الكلية الدرجات النهائية في الامتحانات. أولاد الأساتذة من أكثر من أستاذ، من أولاد أستاذ جاب 800 وشوية، من 800 وشوية، يعني هو الرقم سي مثلا الدفعة في الأربع سنوات 810 جابت 810. عدسة مكملين استطلاعة آراء المواطنين حول الواقعة والذين عبروا عن استيائهم من وجود الفساد داخل الجامعات المصرية، كما طلبوا بتطهير الجامعات من هذا المرض الذي يقف حائلا دون نهضة مصر، فبداية نهضة وتنمية أي دولة بحسب تعبيرهم تبدأ من إصلاح العملية التعليمية في المدارس والجامعات. وبنشوف طلبة حاصلين على الماجستير في القانون بالذات وما عندهمش فكرة عن الفرق، معلش، بين حاجة اسمها أمر على عريضة أو أمر أداء، وواخد دكتوراه وواخد ماجستير. هو أكشلي الموضوع ده موجود أصلا في مصر، الواسطة والاهتمام بأبناء العاملين في الوظائف وكل ده معروف، يعني إن هو موجود، بس لازم ان احنا طالما في فصل وفي يعني ده حد كده اتفصل من منصبه او ده دكتور برضو مهما كان دكتور في الجامعه بناء عليها يفصله اللي من جهه حققت معاه وفصلته. المفروض يعني يبقى في حكمه وتريس في الموضوع، مش على طول كده مجرد شكوى يروح عازلينه، حرام كده. قضية عزل الدكتور هشام البدري توضح جانبا من المشهد العام في الجامعات المصرية وسبب تراجعها في التصنيفات العالمية، في بالنظر إلى آخر إحصائية لموقع تايمز هير إديوكيشن البريطاني المعني بالتصنيف العالمي للتعليم عن أفضل 1000 جامعة لعام 2020، جاءت جامعتي أسوان، كما هنا جامعة أسوان، أسوان يونيفرسيتي ومنصورة يونيفرسيتي، جاءت في مراكز متأخرة، مركز 401 إلى 500 في بالنسبة لجامعة أسوان، بينما جاءت جامعة قناة السويس في الترتيب من 501 ل 600، كما جاءت جامعة بني سويف القاهرة كفر الشيخ في الترتيب من 601 ل 800. هذه هي التصنيفات. هنا كايرو، ارجع بالصورة الثانية لو سمحت، كايرو يونيفرسيتي للجامعة الأمريكية، كانت موجودة جامعة القاهرة في تصنيف منخفض، وطنطا يونيفرسيتي أيضا موجودة هنا في، وبنها أيضا يونيفرسيتي موجودة، وعين شمس في الأعلى. هذه كلها تصنيفات يعني منخفضة للجامعات المصرية للأسف الشديد.